السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محاضرة اليوم تكمل المحاضرة اللي فاتت، أو هي عبارة عن مثال تطبيقي على الميكرو دايناميك سيميوليشن والمونت كارلو. هنبدأ بالمونت كارلو وبعد كده الـ MD سيميوليشن على نفس المثال. فمحاضرة اليوم بعنوان Effect of Water on Adsorbed Molecule on Titanium Dioxide the Surface 110 Using مايكرو داينامكس اند مونتو كارلو سيميوليشن. ده المثال اللي عملناه في المحاضره اللي فاتت، ان احنا عملنا ادسوربشن لكلوروفينول على تيتانيوم دايوكسيد اللي هو روتايل فيز سيرفيس 110، واستخدمنا مونتو كارلو سيميوليشن بالادسوربشن للكيوتر ميديول الموجود في الماتيريال ستوديو. السيستم ده بنقول عليه مثلا ادسوربشن جاس فيز اور دراي فيز. طيب احنا عموما في التجارب بتاعتنا بيبقى فيه سولفنت، فعلى سبيل المثال معانا هنا الميه، عايزين نعرف تأثير الميه دي على الأدسوربت كلوروفينول اللي على السيرفيس ده. هل وجود الميه هيخلي الكلوروفينول يسيب السيرفيس ويروح للميه، يبقى عنده هاي افينيتي للميه اكتر من الافينيتي للسيرفيس ولا لا؟ طيب علشان نجاوب على السؤال ده بنعمل ايه؟ اول حاجه باستخدام المونت كارلو باستخدام الأدسوربت شليكيتور بنعمل الادسوربشن ل 1 موليكول على السيرفيس زي ما عملنا في المحاضره اللي فاتت، وبعد كده بنضيف ميه للبوكس او بنملأ البوكس ده بميه. بنملأه ازاي؟ بنملأه ايضا بالادسوربشن ليكيتور بحيث ان الميه هتاخد مينيمم ستراكشرز او لوس انرجي ستراكشر في البوكس ده. الادسوربشن بيكون على السيستم ده، يعني السبستريت بتاعي او السيرفيس عباره عن السيرفيس ده بلس الفينول، يعني الفينول مش هيحركه من مكانه، مجرد بس هيضيف ميه عليه. والهدف من ستيب دي ان انا اضيف ميه بس برضو في نفس الوقت هي اكلوبريتد كويس على الفينول والسيرفيس. لكن طبعا عشان نجاوب عن السؤال تاثير بقى السولفنت على الادسوربشن ده، لازم نعمل مايكرو دايناميك سيميوليشن، نعمل سيميوليت للسيستم ده ككل. هنخلي برضو السيرفيس ده كونسترينت، ونبدا بقى نخلي نعمل ايكوليبريشن وبرودكشن بالام دي سيميوليشن للادسوربيت بالماء. دي طريقه متبعه لدراسه الايفكت اوف ووتر اون ادسوربت مولكول اون سيرفيس يوزنج ام دي اند مونت كارلو سيميوليشن. في طريقه تانية ان انا اضيف الميه والفينول مع بعض في نفس الوقت، يعني في الطريقه دي احنا ضفنا الاول الفينول وبعد كده هنضيف الميه، بعد كده نعمل سيميوليشن بالام دي علشان نشوف تاثير الووتر على الادسوربشن. في الطريقه الثانيه ان احنا بقى بالادسوربشن ليكيتور بندخل الاثنين مع بعض الميه والفينول، ونشوف بقى هل السيرفيس ده بقى عنده افينيتي الميه، الميه اللي هتكون ليها الاول وبعد كده الفينول، ولا الفينول وبعد كده الميه، ولا الاثنين مع بعض. فاحنا بنعمل الادسوربشن للاثنين مع بعض، ونخلي مثلا ان احنا هنملى البوكس مثلا لغايه هنا، مش شرط بقى ان انا ادخل كل كميه الميه دي. ممكن تبقى خطوه تانية ان انا اكمل بقى ملء البوكس واعمل ايضا ام دي سيميوليشن. نروح للماتيريال ستوديو ونشوف الطريقتين. اول طريقه ان انا هعمل ادسوربشن، مش هعمل بقى هجيب بتاع المثال اللي فات وهضيف الميه واعمل ام دي سيميوليشن. الطريقه الثانيه ان انا ادخل الميه والفينول مع بعض. نروح للماتيريال ستوديو ونشوف. ده المثال اللي كان معانا المره اللي فاتت، فاحنا عملنا بس هنا ووتر موليكول وهنعمل له اوبتمايزيشن عشان نستخدمه كسولفنت. فاول حاجه نعملها في اول ميثود ان احنا هناخد الادسوربت فينول على السيرفيس، وطبعا ده احنا جبناه من هنا اللي هو ده طلعناه بس بره. اول حاجه هنعمل بقى اوبتمايزيشن للووتر بالفورسايت، وسمنا هنا اوبتمايز علشان اللي يطلع معانا يطلع بنفس الاسم. طبعا بنفس الفورس فيلد هات الووتر هناخده نسميه ده نفس الاسم ده اهو. نطلعه هنا، وعلشان تقدر تشوف الفيديو ده كامل لازم تكون منتسب في القناة. بعد الانتساب هتروح للقناة، هتروح للبلاي ليست، هتدور على كورس الموكا ميكانيكس MM01، هتلاقي الفيديو ده موجود هناك بالكامل. كده في اللودينج مازال،
طبعا عاملين نفس الطب بتاع المحاضرة اللي فاتت. يعني مثلا كده الجوب انتهت، نشوف بقى السولفيشن ده كده اللوس انرجي ستراكشر. طبعا ده يعتبر كونسترينت، ده ما اتحركش اثناء السيموليشن، وده ايضا كونسترينت، بس هي الميه اللي تم اضافتها، وطبعا هي موجوده بالشكل اللي هو فيه لوست انرجي ستراكشر. وعندي اكتر من كونفيرم هنا بانرجي مختلفه، فاحنا هناخد ده بره ونبدا بقى نعمل ام دي سيميليشن عشان نسمح للكلوروفينول ان هو يبقى انتر اكت مع الووتر ويبقى انتر اكت مع السيرفس، ونشوف هل هو هيسيب السيرفس ويطلع للميه يفضل الميه، ولا هيكون مازال ادسوربت على السيرفس. لو فضل ادسوربت على السيرفس فطبعا الماده دي تنفع للريموفال للكلوروفينول من الميه، اما لو ساب السيرفس وراح للميه فبالتالي مش هينفع في ازاله الكلوروفينول. فنوديها بره كده بره الفولدر، هيبدأ بقى يظهر الكالكوليشن ده التمبريتشر، هيبدأ يعمل كنترول تمبريتشر حوالين 300 ويعد معانا لغاية زي ما احنا عارفين 500 بيكو سكند، 500 بيكو سكند. ده الانرجيز، وده هيبقى ايه الابديتد استراكشر. كده حسابات وصلت ل 67%. لو بصينا على الانرجيز اهو، يعني وصلت لنا 320 بيكو سكند اعلى شويه. التمبريتشر هل بقى الكنترول بقى كويس في اول سيميليشن؟ لا، لكن هنا خلاص اصبح الكنترول بقى 300. طيب ده تريننج، احنا هنوقف الجوب انا كده محتاج في سيلكشن الهيدروجين الووتر والاكسجين الووتر والكلور والاتش بتاع الاو اتش والاو. نشوف الهيدروجين الووتر الاول، فانا بقف كده كليك على الت، خلينا واقف على الت ودبل كليك على الهيدروجين. خلي بالك اختار لي الهيدروجين بتاع الفينول. طيب هنيجي عاملين كده رايت كليك سيلكت فراجمنت، اختار كل الووتر واختار فينول. هقف على كنترول ودبل ار دي اف، هنشوف الاتش بقى مع الاول الووتر وهكذا بقى. شفنا ازاي نعمل اناليسيس، وطبعا الاناليسيس بتختلف بناء على الاستراكشر بتاعك والفانكشن جروب اللي معاك. الحاجه الثانيه برضو ملاحظ ان احنا هنا استخدمنا 1 موليكول بس من الفينول، لان الهدف من الدراسه دي ان انا اعمل انتر اكشن بس للوان فينول على السيرفيس، يبقى انا تجاهلت الفينول فينول انتر اكشن. يعني انا هنا درست اهو ده الانتر اكشن لما حطينا اتنين مع بعض، مازال هنا برضو ده نيو انتر اكشن جديد. وبكده يبقى وصلنا لنهايه المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.